10:49 على موجة إذاعة شبابيك. صباح النور، صباح النجاح، صباح التميز والتفرد والتألق لكل أصدقائي الأطفال. رجعنا لكم مجددا، وكما قلنا لكم قبيلة وحكينا على العودة المدرسية، أكيد العودة باش تكون إن شاء الله يعني عند حسن ظن الجميع، ونعرف الأولياء يستنيوا في العودة المدرسية حتى أكثر من صغيراتهم، ولكن ضروري جدا نركزوا على أطفالنا، على صحتهم النفسية، على تحفيزهم من أجل تكون العودة يعني جيدة في نظرهم. لأنه برشا أطفال، كيما فما برشا متحمسين كيما فما برشا أطفال مش متحمسين برشا للأسف، ولكن مش نحاولوا احنا نكونوا معاهم واحدة واحدة واختيوة واختيوة نحو النجاح ونحو أنه تكون العودة في المستوى المطلوب. سعيدة جدا باستقبال السيدة زهرة قديس، معروفة برشا، هي عندها خبرة ما شاء الله في مجال الطفولة والشباب والناشئة، وتعطي ديما رسائل محفزة للناشئة وللشباب وللتلامذة بصفة عامة، انهم ديما يتشبثوا بحلمتهم، انهم يعيشوا الدور في المدرسة مش كأنه فقط فضاء باش نقراو فيه ناخذوا اعداد وكهرباء، لتطوير القدرات، انه نحن نعرفوا شنو نحبوا، وتكوين جيل اكيد صالح ونافع، خلينا نقولوا جيل يعرف شنو يحب وشنو ما يحبش ويقدم الاضافه، اهم حاجه. فصباح النور مدام زهره. عسلمة نسرين، تحية من كافة أعضاء منصة ماتش يونيفرس، نشكركم على أعطائنا الكلمة كالعادة، برافو عليكم على الميسيون. المشاكل نتاع التلامذة هما يوميا احنا قاعدين نتعرضوا لهم ونستمعوا لهم، احنا خلية استماع في حد ذاتنا. ينجموا ديجا يلقاو برشا نصائح كيما يكتب في اليوتيوب كلمة التوجيه، والا نخدموا ما نجيبش نوت على ماتش يونيفرس معناها القناة، نجم يلقى ديجا نصائح ستاندار اللي عاملينهم، احنا ممتازين جدا. لكن انا سنة 2021 لاني 2021-2022 قاعدة نتلقى في دي دوموند من نوع معناها ما نجيبش النوت، نخاف، خايف، محضر روحي باش نتبدلوا، والسنة باش ندخل بقوة ومانيش كي قبل، وباش نقف على ساقية من جديد، واللي عملته عملي ولا مانيش باش نعاود. دونك سي سكو جونتون دو لا كاتيجوري نتاع الان نجري فيهم اللي هما دو 14 جوسكا 20 ans. باهي مدام زهرة، خليني نسألك، انتم ما شاء الله المنصة نتاعكم ناجحة برشا، مات يونيفرس، وتخدموا برشا، وكما قلت انت خلية استماع، وتسمعوا مشاكل التلامذة، وتسمعوا حتى الأولياء اللي قاعدين ينقلوا لكم في مشاكل صغارهم. أنا باش نبدا مثال 14 سبتمبر، نكون أنا بكالوريا، نكون سنة حاسمة، ما نحبش نقول سنة حاسمة، أنا ديما نقول السنوات كل حاسمة، لأنه خدمة على البكالوريا ولا التاسعة أساسي ولا السادسة، ما تبداش ليلة ونهار ولا في عام تبدا من سنه اولى ابتدائي، وانا نخدم باش في السادسه نجيب المعدل الفلاني، باش في التاسعه نتميز بالمعدل الفلاني، باش في البكالوريا ناخذ الباك نتاعي، لاني انا نؤمن شخصيا الخدمه على امتداد سنوات الونتيرم تصير النتائج، مش يعني في ليله ونهار ولا باش كيفاش نصلح. انت مدام زهره كخبيره خلينا نقولوا، والاولياء يسمعوا فينا وكل يضغطوا صغيراتهم ليله صلاه الله وفي جمعه الامتحانات ويجيبوا لهم قديش من استاذ نتاع دروس تدارك كانه باش يخلي صغيره يصنع صاروخ يعني ولا حاجه، نقول لهم لا، حسب رايك انت من 14 سبتمبر مدام مريم، مدام زهره عفوا، ديما نقول لك مريم، الاسماء الكل جميله، ومدام زهره والاسم زهره راني نحبه على الاخر على الاخر. ف مدام زهره، كيفاش ينطلقوا نهار 14 سبتمبر، وقتاش نكبسوا، وقتاش نرخفوا كما يقولوا الاولياء، وشنو هو الخارطه نتاعنا نتاع الطريق، خريطه الطريق بتاع الدراسة هذه، كيفاش نحطوا لي بلان نتاعنا باش احنا نتميزوا ونحافظوا على مستوانا، حتى وكان لا قدر الله تصير لنا حاجات كيما في السنوات الفارطة، يعني انقطاعات مفاجئة لا قدر الله، والا تصير اي هكا حاجة نكونوا نحن مانيش عاملينها حسيت. يعطيك الصحة نسرين، انت ضربت على نقطة حساسة على الاخر تبارك الله عليك، اللي هي افكتيفمون الخدمة من قبل. دونك ديجا برشا ناس يخدموا من قبل ولاباس على الاخر، ديجا حتى كان صار لهم شوية خوف ما يتزعزعوش. النقطة الثانية قلت لي البارون، افكتيفمون عنده دور كبير البارون، على خاطر من ناحية نجم يرى ولده يكركر، يولي هو كاره ولده، والطفل كاره البارون نتاعو اونتر كيومي، مش كلمة بالحق يكره، ولكن المراهقة هذيك تعمل يسارك. ثانيا نجم يطلع عنده برشا ضغط على خاطر البارون مضغوط من المجتمع، يتبع في عرفتك اللي يتبع في الناس وصاحبتها في الخدمة، وش نقول لأصحابي، هذيك أكثر حاجة يكرهها التلميذ وينجم ينتقم منك على خاطرها راهو البارون. ولا زيس مدام زهرة، تو ولدي جي مشي البيلوت، جي بنتي جي
n'importe quoi. انا جو لوغ دي تو لي بارون سي نيمبورت كوا ميم تو لي زيليف انا اصلي معناها اصلي كومونيكونت مع التلاميذ ديما اكثر حتى من لي بارون ولكن اليوم باش نحاول نعطيك ميساج لزوز البارون كلمتي نخفف نضاف معناها نقول لهم سي البارون ما تخليش ولدك معناها يعيش في المقارنه ويعيش في هالمجتمع هذا في الحكايات الفارغه هذه يعبي له مخه بالعلم يمشي في العلم مش عندك في العباد والتلميذ بريسك ديما نقول له في نفس الكلام يعني انا باش نبدا نخدم ساعه كيما قالوا لي برشا السنه باش نتبدل السنه باش نولي عبد جديد برافو عليهم اللي قالوا هكا مذهبية العدوى تتعدى التلاميذ الكل هيا تبدل نولي عبد جديد اللي كان باهي يولي احسن واللي كان ضعيف يولي اقوى واللي كان طايح يولي متوسط مذهبية اللي يولي متوسط يولي اكسلون دونك هي سهله هي هي فورمول سهله على الاخر على خاطر هم عندهم الخوف من الامتحان عندهم معناها هاو نخدم وما نجيبش ونحب نمحرثوا ونرى في الاخرين يخدموا الثقه في النفس زاده لهنا مدام زهره برشا تلامذه تقاها حتى قبل الديفوار مثال سيرتو فما برشا ديفوار المات ولا فما دي ماتيغ معينه تقام يخافوا فيزيك حاجه يقول لك انا راني والله حضرت خدمت لي سيغي ليل ونهار ولكن ما نعرفش حاسس روحي مانيش باش نسلكها المره هذه قبل ما يبدا هو باش يعدي تلقاه تاع روحه النيجاتيف فايبس En tout cas, c'est juste une question de trop que le mujtama ou tarkiz comme le mujtama. يعني en fait, il n'est jamais qu'on se n'a fait les parents. Qui maintenant, je me connais n'a pas fait rouge car le خطر اصلا هو الفيروس تاع المجتمع هو يضر في العباد الكل déjà. Il se fie de se débrancher de la société et des regards des autres. معناها نحي روحك. طلق طلع روحك من المجتمع عيش وحدك هكا مع قرايتك عيش وحدك tu t'en fous من العباد. Donc tout simplement, هو débranchement avec من الناس ومن العباد وكيما نقدر في بلغتنا المستعمله في بعضنا ابعثهم. توصل تعمل هيك راه ما عاد يهمك حتى شيء ما عاد يوقفك حتى شيء وما عاد تخاف من حتى حد اون فيت هو تو سامبلومون خوف من الناس لا اكثر لا اقل تصور لو كان جيت تعيش وحدك في بلاد بلاش عباد ما يصلكش خوف من الاكزاما بالكل معناها ديبرانشيهم الناس من مخ وما تخافش لا تجيب صفر ولا اثنين ولا خمسه ولا تسعه ولا اخدم من غير ما يهمك في النوت خاطر مش باش تقيمك راه نطلع نهبط النوت ما تقيمنيش في الاخر انا فاهم انا انسان قريت على روحي خدمت على روحي نسعى في الأرض إنسان منظم إنسان واثق من شخصيتي شنية من داخل ونصنفو كمال من نتيجة خاطر في نهاية الأمر اللي مش يقيمني هو العمل اللي باش نعمله نهار آخر ساعات واحد ما جابش معادل به ويطلع في حياته والناس كل شاهد عليهم ريناهم بعينينا معناه دونك سي لا فورس دو بيرسوناليتي كي كونت اون كونكلوزيون دايوغ بيلوت مش بيلوت اون فيت يا برشا عباد طايرين في القرايه تبارك الله عليهم في المعاهد العاديه دونك بيلوت سي اون كيستيون دو قد جبت في النوفيام ولا حكايه كيما هكاك ما تحكمش يعني اون فيت سي با امبورتون دايوغ انا بدي راهو على فكره كنت بيلوت وراهو كيف كيف التلامذة راهم فما صحيح جماعة بيلوت خاطر تو سامبلومون جملوا القويين لكل فرد بلاصه ولكن المعاهد العادي فهم ياسر قويين فهم ياسر تلامذة ذكيين برشا 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 بارون نحي من بالك هالحكاية قول له ما تبداش تقارنوا ما لازم يخليها يجي بطبيعتها يعني مش يجيب بيلوت مش يجيب معادل بيلوت بطبيعته ولا لا ما نحاولش بلوتود نشريها له راه ماكش باش ترد له مخه اقوى من اللي هو راه فهمت المخك في مخك أيه. واضح يعني اللي يهم انك تستثمر في صغيرك مدام زهرة تحلوا ابواب انك انت تحطوا في انشطة انك انت تخليه يشارك في المنصات كما انتم المنصات اللي قاعدين تخدموا عليهم تخلي صغيرك منفتح على الاخر شفما البرة كي تخليه هو يختار شنو يحب يولي في المستقبل شنو الاضافة اللي باش يقدمها في المجتمع لانه نحن كيفاش نجيو من بعد في يعني في المجال المهني مش شنو نقولوا فلان قد جاب قدر ما انه الشخص هذاك شنو الاضافه اللي قاعد يقدم فيها هل قاعد يظهر كما هو كان يحلم في المكان اللي هو فيه فهل هو قاعد يحس بذاته يعني في المجال اللي هو اختاره هل هو قاعد يتطور هذا هو الاهم انه نحن كي نستثمروا في صغارنا مش فقط باش نستثمروا فيهم في المرحله الابتدائيه باش يجيب المعدل الفلاني في المرحله الاعداديه كذا في الثانويه كذا في الباك باش يقولوا لي بالمعدل الفلاني بقدر ما اني نحب صغير يكون فرحان متوازن ويكون متمكن من الحاجات اللي هو قاعد يمارس فيها وخاصه يكون عنصر فاعل هذا اللي نحبوه يكون فاعل يقدم الاضافه اكزاكتومون دونك ديجا قاعدين نراو في تلامذه موسوسين يقولوا انا نرى في الاخر غالبني نرى في الاخر خير مني نحس اللي العباد تخدم انا لا هذوما اللي يحبوا معناه المنافسه والكل اون فيت راهو ذيك انت بدك قاعد تخدم على شيء لازمك تحس ان من الاخرين قاعد يخدموا انت لا خاطر حتى اللي قاعد يخدم من غادي حتى هو يحس اللي انت قاعد تخدم تو دونك انت تحس اللي هو يخدم وخايف لا يفوتك وهو من غادي زاد حاسس اللي انت تخدم
والناس الكل معناها يمشوا فيك الدوامه نتاع الاخرين، ديما نقول نرجعوا في الدوامه نتاع لي زوتر لي زوتر لي زوتر، انسى لي زوتر، احنا نعطيك طريقه تخدم بها منظمه مريقله تبعها، ما فهمتش ما تخافش راهو عاود حاول، مثالش اللي ما فهمش راهو عمر عليه مشكل، هذه يعني ما يهمنيش مثالش ما فهمتش، نورمال نحاول ليله ليله ثانيه ليله ثالثه نخليها ونبدل الماتير نرجع لها بعد. لازمني نركز على اني كوري بتفاصيل نقراه نتبع سورتو سورتو نتخلص من الحاجات النيجاتيف والعباد النيجاتيف والباجات اللي تعبي لي وقتي ومخي والتفاهات، راهم ياسر فما تفاهات توا دايرين بمخ التلميذ بارون للاسف، ولا البارون ينحيهم له وينصحوا تلميذ وحده، انا راني نواجه نحكي مع تلميذ طول نحكي مع حد خاطر هو يعرف يقيم روحه، راهم قويين تبارك الله عليهم معناها اللي زيليف عندهم شخصيه، دونك ينجم وحده يقتنع انه الفو كي سوبريم لي ديشي اللي دايرين به الكول هذوك الشوائب على حياته، تعرف يعملوا له في البارازيت الصفحات التافهه والعباد التافهين والحاجات اللي تبع فيها وهكا النوتيفيكاسيون اللي تجي من كل شيره، هذوكم هما لي بارازيت، ينحيهم ساعه قبل كل شيء ويركز لي في ورقاته في صحاب بهين. ديجا انا ننصح ديما بالصحاب البهين باسكو اون دي جون اللي ضاعوا من العباد من تتبيع العباد معناها النيجاتيف، دونك لازمك انت تتقلب وتولي تختار نوعيه ستاندار اللي نتاع الناس اللي يقراو على الوحم او اللي يخدموا على الوحم واللي عندهم اهداف زاده، كل شهر سيمون اللي يجيبوا 19 و16 شنو، فما ناس راه عندها اهداف في الحياه وستابل ب 11 ب 10 ب 12 معدل به، انسان ستابل واثق من روحه يعرف وين يحط ساقيه، يتبع في عباد نظاف باجيت ونظاف، يتبع في حاجات بيرومون نافعه، خاطر كل لحظه باش تعملها توا راهو في حياتك راهي من بعد تتقلب عليك، كل الوقت تضيعه توا راك يجي نهار وتندم تقول يا ليتني عملت فيك الحاجه الفلانيه، خاطر الزمن يجري دونك لازم يعدي وقتهم في لي فورماسيون، كان لازم يعملوا دي ستاج في حاجات نافعه، يعملوا كوب تكنولوجي، يمشوا يقراوا حاجات نتاع كودينغ نتاع نتاع انفورماتيك، دونك لي التلميذ توا مشكلته الشوائب والعباد النيجاتيف والمجتمع حاجات اللي تعملوا في الباغازيت. الحقيقة خليني نأكد كلامك مدام زهرة لهنا، حتى صناعة المحتوى لهنا عندها دخل، علاش ماذا بينا كما سيادتك مدام زهرة وغيرك من الخبراء واللي قاعدين تخدموا برشا على المنصات وكل نستناو صناعة محتوى من عندكم، كيفاش انكم تكونوا متواجدين في انستغرام تكونوا في تيك توك مثالش وتوصلوا المعلومة غاديك، فما قديش من قناة توا علمية موجودة وصفحات علمية موجودة في تيك توك وموجودة في انستغرام يمشيوا لي جون ويستقطبوهم، هذا اللي نحن محتاجينه، حتى كان هو يحب يعني كيما نقولوا يكون موجود في السوشيال ميديا وغيره، لكن يلقى المعلومه موجوده غاديك يعني تحصل فيه، وين يمشي لازم تكون معلومه متوفره. اكزاكت، هو فيديو التلميذ يصنع في المحتوى، واحنا ناس صانعوا محتوى على اليوتيوب وانستغرام اكسترا، ديجا احنا نصنع في محتوى علمي بحت، نعمله في الماتيماتيك بطرق تغصب المعلومه على المخ من غير ما يشعر. ديكو يبدا يتفرج يكفتي عموما شنو الدرس، ومن بعد ينجم في الكلاس يزيد يفهم اكثر وخير وتحلوا الباب معناها، دونك هما بيدهم راهو احنا نسمعوا لهم في محتوى علمي، هما فيهم برشا تلامذة يسمعوا في محتوى، وديجا حاجه باهيه معناها ينجم يشغل وقته بصنع المحتوى، واللي هو بيدو صنع محتوى التلميذ سواء ادبي سواء علمي سواء فني، الا طول سنة عصرنا الحالي تحلت لي مويان والبيبان باش يعدي وقته في حاجات بالحق تبني له شخصيته تصنع منه انسان ناجح، بو امبورت 16 معدل ولا 15 ولا 11 ولا 10، انت شنو انت بيدك شنو كشخص، سي سا المعلومه اللي لازم حاجه لازم يواجهها مع روحه ليليف والبارون، بارون نقصوا من الضغط على اولادكم يديكم المنافسه مع العباد. فوالا مدام زهرة بالحق من النصائح اللي نحبك تقدمها زادة لي بارون، يقول لك انا عندي مشكلة نتاع كومونيكاسيون مع صغاري مش فاهم، تلقاه ولده يقرا مازال بروميير اني بريمير، يقول لك انا راني فاقد كل انواع التواصل مع صغيري، كيفاش باش نقريه كيفاش نعمل له يعني لهنا شنو تنصحهم انت الاولياء باش يتعاملوا مع صغارهم في الفترة هذه خلال السنة الدراسية. الولي اولا ننصحه يهبط للعمر هذاك قبل كل شيء، عادي تصرف لي كانه ادولت معناه كبير، ديجا اني فيدي سيغتان مو يحسوني للمتابعين بتاعي اني يعني نهبط لعمرهم ديما، دايور سي تري امبورتون باش الولي يكون يعيش في هاك الحياه نتاعهم هما وجوهم هما وضحكتهم هما وسعادتهم هما وكل شيء، دونك سي با لا بين يبدا ديما سيريو هاك اكسترا، فما راهو ويسر دي كونفلي يصيروا على السبب هذاك انه البارون ماهوش فاهم ولده، والولد يرى البارون شرير، سي ان بو سا سكي اغيف طول طون معناها سيرتو في المراهقه معناها. دونك البارون يلزموه يعيش مع حياته اليوميه،
يتبع معاه بالتفاصيل، يخليه يعمل حاجات ويمنعه من حاجات، ما يفسر له علاش، ما يحرموش من كل شيء بصفة قاسية هكا. لا لا لا، كلمة لا برشا مش باهي، وكلمة وي برشا مش باهي يا زيد. لازم التلميذ يبدأ عارف علاش وي وعلاش نو، لازم البارون يتعلم يفسر، يتعلم يفسر لولده علاش، والولد ولا التلميذ لازم زيد يعرف علاش البارون يمنع أو ما يمنعش حاجات. البارون راه يشب نجاحك في الحياة ساعة بوريتر كلير، لكن فما دي بارون يعرفوا كيفاش يعملوها، هذايا ننجح ولدي. فما آخرين مسكنات ما يعرفوش الطريقة كيفاش دخلوها بعضها مع ولدهم. يعني سو كو جو ريكوموند موا يا مدام زهرة، اني سو كو جو ريكوموند راه سي دتر امي avec ton enfant et de vivre avec lui tous les moments de sa vie à la tôle. حتى ولو مشغوبين، كلنا مشغوبين الحقيقه، لي بارون نخدموا تعبين، هاو اجتماعات هاو شنو، بخلاف حتى اللي لاهي بدار وكا هاو شغبه كبيره، ولكن أكيد. ولكن يوزنك معاه وديما بجنب، كنت تكبتي فاش قاعد يقول لك مركز معاه فاش يحكي لك، تحسوا عينك عليه على اليمين وعلى اليسار فاش يكتب فاش يعمل. بنا تابلت قاعد يلعب في وسط التابلت باش يلعب، شنو حل في اليوتيوب؟ شنو حل في يحل في تلفزة أكثر؟ ولا اسكو مدمن هو على يعمل فيه، وإلا باسبارتو يشب كل شيء باش مغروم؟ أعطي اهتمام الحاجة اللي يتقنها وتقول له محليها، صحيت صحيت برافو، وبارك له الحاجة اللي يتقنها، وزيد شري له ماتريال خليه يتقنها. كانوا انفورماتيسيان شري له بي سي، كانوا رسام شري له ملوان زيتية، كانوا اكزاكت اي حاجه يتقنها برا ابعثوا ليها، معناها كان هو يعزف، زيد هو زيد حطه في الكونسيرفاتوار وشري له جيتارات وحاجات كذا. مغروم بالطيران يشري له مجسم صغير في الطياره، مغروم بالبحر يشري له باخره صغيره، يعني هكاك باش نحفزهم. لازمك تبارك الموهبه اللي عنده، تجهزي تقربك ليه برشا. نون بارلون با، كان يطلع انت موهوب بحاجه هو يحبها، الوغ لا الصداقه الكامله. شانسو لهنا يولي. اوي اوي افكتيفمون، تبدا وحده تعرف ترسم وكنت تعرف ترسم مثلا. يعطيك الصحة مدام زهرة، فقط نحب نحكيو شوية، يحبوا يلتحقوا بكم في المنصة نتاعكم مات يونيفيرس، وين يلقاوكم، كيفاش ينجموا يسجلوا معاكم، ونختموا أكيد برسالة لتلميذاتنا اللي يرجعوا تخي بيانتو دونك للمدارس نتاعهم. باهي، اللي يحبوا يلتحقوا بينا يمشوا باج فيسبوك مات يونيفيرس والانستغرام مات يونيفيرس، يلقاونا. احنا عندنا بوكو دادمينستراتور يخدموا على باجاتنا، وعندنا برشا متابعين، كيف كيف شان يوتيوب مات يونيفيرس اللي فيها حاليا وصلنا 134 ألف متابع من تونس وشمال افريقيا. بور لا كاليتي دي كور بيان سور. نصيحة اللي نقولها كختم يعني للجلسة المزيانة بتاعنا هذه، جست نقول